كافي شو. بعد الدورة الأولى الناجحة لمهرجان لبنان المسرحي الدولي في النبطية أب أغسطس الماضي، والذي جاء بالتزامن مع إعادة افتتاح سينما ستارز المتوقفة عن العمل منذ نهاية الثمانينيات، ها هو مسرح إسطنبولي يستعد لإطلاق النسخة الثانية من المهرجان. أعلنت إدارة مسرح إسطنبول أخيراً وجمعية تيرو للفنون عن إقامة الدورة الثانية من مهرجان لبنان المسرحي الدولي خلال الفترة من 19 وحتى 24 من أغسطس المقبل في مدن عديدة، وخصوصاً تلك المهمشة ثقافياً. ومعنا من لبنان السيد قاسم إسطنبولي مدير مسرح إسطنبولي، ونقول صباح الخير أستاذ قاسم. صباح الخير لحضرتك ولجميع المستمعين. يعني مهرجان بدأ العام الماضي بنسخة لافتة، وها هو المولود الجديد يكبر. كيف تقيمون النسخة الأولى؟ هلا قبل ما نحكي عن النسخة الثانية أستاذ قاسم، بالنسبة للدورة الأولى، لا احنا هلا بالنسبة للمهرجان خلينا نبلش نقول انه هو بلش بال 2014 لما بلشنا بمهرجان صور المسرحي. نعم. اللي هو كان أول مهرجان مسرح بيصير بالجنوب اللبناني، أو خلينا نقول أول مهرجان مسرحي بيصير برا العاصمة. كنا بسينما الحمراء لدورتين، وبعدين رحنا على سينما ستارز، فهونيك قررنا نكبر هذا المهرجان ويصير تسميته مهرجان لبنان المسرحي بدورته الأولى. بالنسبة للدورة الأولى يعني كانت بالتزامن مع افتتاح سينما ستارز، بنقول إنه كان يعني إجا من الأرجنتين فرقة، فإجا من سلوفينيا، إجا دول عربية، فكان الأرجنتين بالنسبة لنا هي كمان مفاجأة، لأنه نحن بالنسبة لظروف إمكانيات المهرجان المتواضعة فينا نقول كان هذا الممثل عم يجي عم بيعمل حملة بالأرجنتين ليجي على لبنان ليقدر عم يعمل عرضه. فمنشوف إنه بالنبطية تحديدا الجمهور كان متعطش يحضر مسرح، عم نحكي عن توقف 27 سنة، عم يجوا الناس على سينما ستارز بيرجعوا من جديد بيحضروا مسرح، فكان الجمهور بالنبطية هو الشيء الحافز إنه نستمر ونقدر نعمل مهرجان سينما، وهلا نرجع نكمل بالمهرجان. جميل. النسخة الثانية من المهرجان تنطلق قريبا، إذا هل هذا يعني أستاذ قاسم أن المهرجان سينتظم في كل سنة وفي نفس الموعد أب أغسطس؟ هلا المفترض هيك إنه يضل هذا المهرجان. نحن عم نقول نحن الهدف من تبع المشروع تأسس حركة مسرحية بريط العاصمة. هل حتى نحن بلبنان ما عنا مهرجانات مسرح، نحن أكثر عنا سينما وموسيقى. فمنشوف إنه هو المهرجان صار هو المهرجان الوحيد بلبنان اللي بقلبه مسابقة رسمية، يعني بقلبه لجنة تحكيم وفي تقييم لهذه العروض. فالسنة بنشوف عدد العروض المقدمة، يعني عم نحكي عن عروض ممكن تيجي السنة من المكسيك، عم نحكي عن مسرح من مختلف الدول العربية، من إسبانيا، من فرنسا، من الجزائر. فمنشوف إنه العدد العروض المقدمة هذا بيعطي تفاؤل إنه الناس بدها تيجي على لبنان، رغم نحن ما بندفع تذاكر يعني للفرق اللي بيشاركوا، نحن بنستضيفهم وبنأمن لهم التنقل بلبنان. هذا دليل قديش الناس حابة إنها تعمل عروضها وتيجي على مناطق لبنانية. نحن هالمهرجان السنة إن شاء الله حيكون مش بس بالنبطية بصور، حيكون ببنت جبال، حيكون بجزين، وحيكون كمان بترابلس، لأنه نحن مهرجان السينما كمان انتقلنا فيه. وهيك نحن الهدف نعمل ربط بالمناطق اللبنانية، الربط الثقافي، ونكون عم نجتمع وهالضيوف اللي عم يجوا عم يتعرفوا كمان على المناطق اللبنانية، وعم نعمل سياحة ثقافية بلبنان. جميل. يعني ليس فقط الربط الثقافي، أيضا يعني المتابع لنشاط مسرح إسطنبولي يلاحظ يعني محاولة قامة أنشطة ثقافية في مناطق قد تكون مهمشة ثقافيا. هلا للأسف إيه، لأنه نحن بلبنان كل شيء مركز بالعاصمة، يعني حتى المسرحيين والسينمائيين هم نفسهم ما بيظهروا كتير بريط العاصمة، وهذا لوم عليهم كبير، لأنه نحن بحاجة لإنماء الثقافة المتوازي. ليش نحن كل منطقة إذا منشوف تاريخيا بالخريطة الثقافية بلبنان وحتى بالعالم العربي، منشوف إنه دائما كانت المناطق والأرياف كان فيها سينمايات ومسارح، ولكن الظروف والعوامل أدت اليوم إنه تتقوقع بالعواصم، وهذا مشكلة، لأنه هذا عم بيؤدي لتهميش بالقرى وبالبلدات. في ناس حياتها ما حضرت مسرح، في ناس عم تيجي على السينما أول مرة بتفوت على لتشوف تشاهد فيلم سينمائي. فمنشوف إنه اليوم المشروع هدفه إنه يفعل يلغي الموضوع التهميش الثقافي، يقول إنه نحن من حق كل مدينة يكون عندها مهرجان السينمائي والمسرحي، من حق كل جيل يتثقف، وإلا نحن اليوم ما عندنا إلا مقاهي ورجيل بالقرى والبلدات، يعني الشاب ما عنده شيء تاني يعمله، ما في إذا منشوف مكتبات حتى عامة مش كل البلدات والقرى بقلبها. فهذا نقوش خطر كبير للجيل الجديد، انه ما في مراكز ثقافية، ما في مسارح، ما في سينمايات، معقول الجنوب كله ما يكون فيه ولا سينما؟ هذا بشكل
علامة استفهام كبيرة. بالعودة إلى المهرجان أستاذ قاسم إسطنبولي، يعني خبرنا عن برنامج السنة وشكل المهرجان السنة هاي، وهل بدأتم باستقبال مقترحات العروض؟ هلا نحن بلشنا قبل بشهر، نحن العشرين هذا الشهر مكملين للباب لنستقبل العروض. المهرجان السنة حيكون في ورش مثل هذيك السنة، وحيكون في مناقشة للعروض. ونحن لا كمان الشيء الحلو انه نحن بسور رجعنا على المدينه، لانه نحن بعد ما سكر السينما الحمراء اللي اصحابها اقفلوها للاسف، لانه كان عقد السينما بس لمده سنتين. نحن هلا عم نعيد ترميم سينما ريفولي كمان بمدينه سور، اللي هي سينما تاريخيه بعد 29 سنه. فهيدي السينما ممكن كمان تكون جاهزه للمهرجان انها تستقبل عروض بفتره المهرجان. اللي عم نتعاون معه نحن اليوم فيه كمان من الأرجنتين، هذا الشيء المؤكد انه حيشاركوا مثل هذيك السنة. في من سويسرا حدا حيكون معنا بلجنة التحكيم، وبعد ما عم نشوف هذه العروض، اللجنة يعني عم بتقيم العروض، لجنة المشاهدة، لنشوف العروض اللي حتكون ضمن المسابقة الرسمية. واكيد في أولوية للعروض اللبنانية اللي عم تكون من أخترة الجامعات او شباب عم عمل مسرحية، ممكن انه هم يكونوا عم بيشاركوا بالمهرجان. جميل. أستاذ قاسم إسطنبولي، يعني النشاطات كثيرة يقوم فيها مسرح إسطنبولي منذ فترة، وأنتم تركزون أيضا على إعادة إحياء وتأهيل المراكز الثقافية وخصوصا السينمات. يعني تفضلت أنت قبل قليل سينما الحمراء، سينما ستارز أيضا يعني العام الماضي، اليوم سينما ريفولي. بصراحة هذا النشاط أحيانا يدعو إلى التساؤل. طبعا نشاطات بهذا الحجم وتحركات بهذا الحجم تحتاج إلى جهود، تحتاج إلى أموال. كيف لمسرح إسطنبولي تدبير تلك النشاطات؟ يعني اللي عم تحكي صحيح، تفضلت في حضرتك. القيمة بهذا المشروع انه في ناس هالقد مؤمنة، هالقد متطوعين، هالقد بيحبوا. يعني شباب اليوم من المخيمات الفلسطينية، ناسحين سوريين موجودين بلبنان، شباب لبنانيين. نحن كوننا عائلة من هذا النسيج اللي موجود بالجنوب، موجود بالمناطق، لنحب كلنا هذا المكان. يعني نحن بننظف هذه السينما، نحن بنقيم النفايات، نحن بندهن. يعني المشروع حقيقة لتبني ثقافة مش بحاجة انت لكتير فلوس، بحاجة انت لناس مؤمنة، بحاجة لفنانين حقيقيين يقدروا يجوا من بلادهم، بيكون بكل تواضع بيجوا بيشتغلوا معنا، بيجوا على المهرجان، نعمل كرنفال بالشارع، نعمل فرح. نحن عنا صندوق دائما بالمسرح، الناس هي بتتبرع لتفوت على المسرح. نحن ما بنحط تذاكر، يعني بنشوف حتى المهرجانات اللي بتصير ببيروت، عم نحكي عن مهرجانات سينمائية، بتكون ممولة ومدعومة ومن سفارات ومن جهات، ولكن تاخذ تذكرة من الناس. فنحن عم نحاول نكون جمهور العائلة، عم نرجع الناس على المسرح. فهذا مشروع تأسيسي، أكيد هو متعب بالنسبة لنا، لأنه ما ننسى كمان التهميش مكمل. حتى المؤسسات المنحة، المصارف، البنوك، الوزارة محدود دعمها، فمنشوف أنه في تهميش. يعني نفس المصرف اللي موجود بالجنوب ما بيساهم، أنا ما بيساهم بمناطق تانية، ففي تهميش لشمال لبنان، للبقاع، للجبل، للجنوب. فعم نحاول نحن بإمكانياتنا، بحب هالناس اللي بيجوا على لبنان، ضيوفنا، بالورش التدريبية اللي عم نقوم فيها، أنه نبني فريق ونبني مؤسسة تكون حاضنة لكل هيدي الطاقات، ونقدر أنه نعمل فرح ونعمل ثقافة ونعمل علاقة إنسانية مع كل هيدي الناس الموجودة. فهالقد المشروع قايم على حب الناس وعلى إيمان الناس بأنه نعمل ثقافة رغم كل الظروف الموجودة. نعم، يعني نشاطات لافتة ومثيرة أيضا. شكرا جزيلا لك، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لحضرتك ولاهتمامكم الدائم بكل الأنشطة الثقافية اللي عم بتصير بالعالم العربي.